لاعبي جمعية الأبطال، لاعبي الاتحاد المحلي، ورحب بالجميع. وفي هذه الصبحية وكنتمنى باش تمر هذه الصبحية بواحد الجو عائلي. وشكرا، نشكر المدير ديال المؤسسة، وشكرا مرة ثانية. الاسم ديالك؟ عبد الكبير. تبع احد المزالات ديال الخيريه ديال رشديه محمديه. يعني نبغي نعرفوا كي جاتكم هذه البادره اللي قاموا بها لهذه الجمعيه، انهم عطاوكم كاسكيطات وحوايج ومحفظات. كنقدموا لهذه الجمعيه شكرا لها. شنو تمنوا من الجمعيات الاخرين؟ تم يكونوا بحالنا، يدوا فيكم شويه، يدوا فينا شويه، وتم شكرا لهم. وانت؟ شكرا لكم شكرا. السلام عليكم، اسمي صفا. قلتي لاعب سابق للاتحاد المحمدي هذا في الجمعيه. يعني نبغيو نعرفوا الابتسامات ديالك حول هذه البادره الطيبه اللي قامت بها جمعيه قدماء المحمديه. الابتسامات ديالي هو في الاول كنشكروا المدير ديال المؤسسه الاستقبال ديالو، وحنا قمنا بهذه البادره مع السيد الرئيس الصبار بزياره لهذ الوليدات. ان شاء الله نطلبوا من الله الرحمن الرحيم هذ الوليدات هذو يواكبوا الدراسه ديالهم، ونطلبوا يتخرجوا منهم رياضيين واطور عليا للدوله. هذا هو اللي كاين. هذا شنو الارتسامات ديالهم حول هذا الشيء اللي قدمتوا لهم؟ وارتسامات راه كتشوف يعني وليدات فرحانين وناشطين، ونطلبوا الله يكمل عليهم بالدراسه ديالهم باش الحمد لله يكونوا ابطال الغد ان شاء الله الرحمن. الله. يعني معنا ايضا احد الاعضاء، نبغوا نعرفوا الارتسامات ديالك حول هذه البادره. وهذه البادره هي اول ما كاين انها تحسيسيه. حنا درنا بادره تحسيسيه للدراري باش نحسهم باننا رحنا معاهم، وهاد الجمعيه راه مهتمين بهم، وزيدونا حنا هاد الجمعيه هادي اللي درنا هاد البادره، وكنتمناو من جمعيات اخرى يديروا هاد نفس البادره اللي درنا حنايا، فهمتيني. ورغم ان الجمعيه راه فاتيه وبمساعده جميع الاعضاء وما فيهم الرئيس حميد صبار، قمنا بهاد البادره على اساس اننا نحسوا هاد الدراري بانهم راه في حاجه ماسه لينا، وحنا حاجه ماسه ليهم، باش نشوفوا الابتسامه في وجوههم. يعني شو الشعور ديالك وحنا كنشوفوا الفرحه المرسومه على الوجوه ديال هاد هو هاد الناس هادو راهم بحال وليداتنا، الا شفنا في الفرحه فيهم راه حنا فرحانين، فهمتيني. وكنتمناو باش تدوم هاد الفرحه وتدوم هاد الابتسامه، وكنطلب من الله سبحانه وتعالى باش ما تكونش البادره احنا جمعيات اخرى يديروا بنفس البادره. شكرا عليك. خدمات حانوتي الرائد بمحمدية في تصميم وتطهير الزرابي من القرديات بطريقة حديثة وعصرية وبأجهزة جد متطورة وحصرية بالمحمدية. إذا كفى من الغسيل اليدوي للزرابي، وضعوا ثقتكم فورا في خدمات حانوتي. خدمات حانوتي المتخصص أيضا وبأرقى الطرق العصرية في تنظيف مقاعد السيارات، ويجعلها أزهى وأجمل وأنظف مما تتوقعون. خدمات حانوتي يضمن لكم قمة التنظيف، ويقدم خدماته للمهنيين والخواص بكل دقة واحترافية وتنظيف لامع وجذاب.
زور محلنا الكائن برياض السلام 1 رقم 219 على مستوى شارع الرياض بالمحمدية، وأيضا أرقامنا الهاتفية رهن إشارتكم، هاتف ثابت 05-23-28-60-94، هاتف محمول 06-51-31-07-99. قدماء لاعبي اتحاد المحمديه اللي قامت بهذه البادره الطيبه اللي كان كيحتاجوا لها المستفيدين ديال هذه الجمعيه لاسياسي ميزيل ما بيانفيزونس، اللي كانوا احر شوق لهذا النهار هذا الحزب. السلام عليكم، اسم الصفه دلاوي عبد الله، لاعب سابق اتحاد المحمديه. يعني بغينا نعرفوا الاستفسار ديالك حول هذه البادره اللي قامت بها جمعيه قدماء اتحاد المحمديه. اول شيء كان باسم الجمعيه كنتقدموا بحر تعازي لعائلة الفقيد عبد القادر برازي، وبهذه المناسبه فكنعزيهم في الفقيد ديالهم وإن الله وإليه راجعون. فيما يخص السؤال ديالك فهاد بادره طيبه، وكانت من ضمن البرنامج ديالنا اللي كان مسطر، باش نعرفكم بان الاهداف ديال الجمعيه ماشي اهداف رياضيه ولكن كتكون اجتماعيه. وكنشكر المدير ديال هذه المؤسسه ديال الوزاره الخيريه الاسلاميه اللي خلانا عطانا الوقت ديالو باش نحاولوا نفرحوا هاد الوليدات اللي كنشوفوا فيهم ابطال الغد، ونحاولوا ندمجوا مع المجتمع المدني. كلمه شكر لمن تقدم. فاول كلمه شكر الى الجمعيه اللي قامت بهذه المبادره، والى الناس اللي عاونونا سواء من بعيد او من قريب. اذا شنو الابتسامات ديالك حول، يعني شنو الشعور ديالك ملي كتشوف هاد الاطفال فرحانين؟ ففي الحقيقه راه هذا هو الهدف ديالنا، بان نشوفوا هذيك البسمه كتظهر على وجههم اللي كنشاركوهم. الحقيقه الجمعيه كتشاركهم الاحزان والافراح ديالهم، وهذه غير البادره الاولى. مازال تكون خطوات اخرى اللي غنحاولوا نديروا زيارات من القدام ان شاء الله. شكرا. اسم السفر. السلام ورحمه عبد السلام الغزيل. السفر؟ نعم. السفر ديالك؟ استاذ سلك الثاني ومدرب سابق سبب المحمديه واتحاد المحمديه. يعني نكون عارفوا الابتسامات ديالك حول هذه البادره اللي قامت بها جمعيه قدماء اتحاد المحمديه. اقل ما يكون اللي غتبادر به هذه الجمعيه، لو كانت الامكانيات متوفره اكثر لكان اكثر يعني احتفاليه واكثر تنظيم. وحنا جينا هنا باش نرجعوا البسمه والسرور لهذ الاطفال لهذ الابرياء اللي ربما عندهم الله تبارك وتعالى وكيستحقوا اكثر من يمكن من العنايه، لا من الناحيه الماديه ولا من الناحيه المعنويه. المعنويه هي اكثر ما يمكن اعطاؤه. وحنا هنا يا رشيد مسرورين بوجودنا هنا بجانب هاد الاطفال بنات وولاد، تيسرنا باش نكونوا معاهم وما تنكرهوش باش نبقاو دائما هاد البادره نقوموا بها بانتظام ما يستقبل من الايام ان شاء الله. نعم. يعني شو كتمناو من الجمعيات الاخرين يديروا؟ ان شاء الله هذا نتمناو هذه تكون بادره، هاد البادره تكون بدايه الجمعيات اخرى تجي حتى هي وتقوم بحفلات ولو غير الحضور ديالهم راه كيدل على اكثر ما يمكن من المعنويات. يعني كيف الشعور ديالك وانت كتشوف الاطفال مرسوم على وجوههم الفرح؟ ملي كنشوفهم هكا في البسمه هاد الابرياء راه حنا تنحسوا بواحد الاحساس لان لا لك علم الله تبارك وتعالى. هذا اقل ما يمكن نقوله. شكرا. وتنعتذر لان جيت معطل وجيت عرقان وعيان، ما الاحساسات العميقه ما قلتها شيء. شكرا لكم لهاد المجهودات اللي كتقوموا بها.
باش ندير تانا تزوج وندير وليدات. ساعتها واحد الدريه با قداش كبار ملي في الطور عندو واحد الشلاغم في اللي بانو ديالي وما كيتفاهمش يلاه واقف حدا دارو كندوي معايا ما الله يبان ليا جاي نبعوني غير رجليا كنقول فيها عندو شي شلاغم وشحال نقلدم ما ندعوني غير رجلي حصلني باه وقف معاك وشدني من بدني عندو شي شلاغم وشحال نقلدم ما ندعوني غير رجلي نجري نتلافت مخلوع وتنهت اش قرب لي شي بنت كون جبتها في لحمين حصلني باه وقف معاك وشدني دبقني حصلني باه وقف معاك وشدني دبقني عندي شي شلاغم شحال نقدم ما ندعوني غير جبني يجري عليا حكي ما عرف لا خاص ولا فلان لا يجوز بحال شي فلان حصلني باه وقف معاك وشدني من بدني حصلني باه وقف معاك وشدني من بدني عندي شي شلاغم وشحال نقدم ما بعوني رجلي صلي بكم جوج صور قرات الحمد لله فيما القاعده ويدخل اذا جاء السيده ما حاضرش ما مكناش واحد كيشوفك اذا جاء اذا جاء إذا جاء إذا جاء يتنقص واحدة من الله قلت له لا ما جاش بيت الله هنا ولا كنعرفوا ولو دابع واش كتعمر بالطلبة والطلابة والشنكار والقرابة مالي شريحة مالي تمر اللي يشكر يشكر كلشي خدام واحد الشنكار اللي مشي دابا كتحب المرة بقيت في هذا القيد على قناة ديال هذا الدور حتى تواجه فرانك ويقول أعوذ بالله من الشر ويقول زززز واش هذا القرار يقول لها صوت النحل الجائزة الثانية النزلاء بهاد جمعية الخيرية ديال رشيدية المنظور نعرفو كيف شفتي هاد البادرة اللي قامت بها جمعية قدماء اتحاد محمدية وهي كنشكرو الجمعية اللي قدمت لينا هاد الحوايج وصراحة عجبونا هاد وهادشي ولي قدمت كنت تقول لهم نقول لهم شكرا كنقول لهم لا كنقول لهم شكرا كنقول لهم لا بقاو ديما في حالة ان شاء الله تكون حصة اخرى لين شكرا او كل شهر عندهم دائما تراه الاشارة ديالكم في جميع اعمال الحمدية وكذلك اي حاجة خصتكم راهما معاكم ونقوم بتوزيع الهدايا ديال هذا الصباح في المجموعة الرابعة الجائزة الأولى غادي يسلم السيد مدير المؤسسة لعلان عبد العالي علان عبد العالي تفقات عليه
تكلم السيد رئيس جمعيه ابطال قدماء لاعبي الاتحاد المحمدي السيد صبار حميد، غادي يقدم لنا الهوفي محمد. الهوفي محمد سلطان عليه. مسابقه الامس سوى جمهور سفيق أسعيد الإلكترونية وسيهو يبقى من مضغوطة الكبار في العمل الجماعي. السبب الأمر الروحي ديال جميع عضو العمل الجماعي وخا كبير هرب علينا ربك حامل بحال ويقدم السي حميد صبار بوشي عليل عليل هي في الحقيقة كتحتشي كثير لهذه المؤسسة. شكرا للأستاذة خديجة. هذا ليلى تقدم لنا مسرح يوسف. شكرا للأستاذة ليلى تيجاني. ولا مربية الحق خاصنا نشجعوهاش، هي راسنا بوحدها اللي دوز. الخويا العيال كاتيوز. نسب للسيق الدور السنساوي أحد المربيين معنا داخل المؤسسة وكانت توفات لي الأم ديالو مؤخرا. بهذه المناسبة باسم جميع أطر إدارة المؤسسة والمستفيدين داخل المؤسسة وأيضا الجمعية اللي حاضرة معنا وباسم المؤمنين هما في الحقيقة جوج بردات توأم ما كيتفرقوش. إلا بغاو يقولوا شي كلمة ولا شي حاجة يقولوها، إلا بغاو يقولوا شي حاجة يقولوها. سي خالد طلب مني باش يقولوا شي حاجة اللي بغاو يقولوها يقولوها. ونصفقة عليهم صفة كثير على المحلمة ومنينا وجائزة رقم 10 من السيد هو الحارس السابق عبد القادر البرازي رحمه الله. بهذه المناسبة نتمنوا له المغفرة والله يرحمه ويسعد اتجاه قبره والله يجعله من الفائزين برحمتك يا رب. اللهم نجيه من عذاب النار، اللهم ارحمه ووسع عنه في هذا اليوم الكبير. باسم جميع من حضروا في هذه المؤسسة الشريفة غادي نخلي واحد الكلمة للأخ ديالو بسم الله الرحمن الرحيم. في الاول كنشكروا السيد المدير على الاستقبال وهاد الوليدات تاهما، والحمد لله هادشي راه مر في واحد الظروف مزيانه. حنا فرحانين صراحه، اعضاء ديال الجمعيه راهم فرحانين. وما تلوتنيش المناسبه باش نترحموا على السي عبد القادر البرازي انه تقدموا بالتعازي للفريق الجيش الملكي والاسره ديالو للاخوان ديالو والعائله ديالو، وانا لله وانا اليه راجعون. ونقرا واحد سوره الفاتحه ترحما عليه. انا لله وانا اليه راجعون. غادي نقرا الفاتحه جماعه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. وأخيرا الإخوان جمعية الاتحاد المحمدية ترفع الولاء والإخلاص وطاعها للرياضي الأول قائد جلالة الملك محمد السادس. وشكرا. Thank you.